ازيكم يا سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتكلمنا مع بعض في الدرس الأول مهارات مهنية عن الوجبة الغذائية وأهميتها لجسم الإنسان، وازاي نقدر نكون وجبة غذائية متوازنة. هنتكلم مع بعض النهاردة في الدرس الثاني مهارات مهنية، وهنتكلم فيه عن أهم العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان. وهنلاقي ان من اهم العناصر الغذائية اللازمة لجسم الانسان رقم واحد الكربوهيدرات. الكربوهيدرات دي نلاقيها فين؟ هنلاقي الكربوهيدرات بتوجد في النشويات والسكريات. يبقى تنقسم الكربوهيدرات الى نشويات وسكريات. هنلاقي النشويات في ايه؟ هقولكوا هنلاقي النشويات في بعض الحبوب وبعض الخضروات. هنلاقي النشويات او توجد النشويات في بعض الحبوب والخضروات. زي ايه الحبوب وزي ايه الخضروات؟ عندنا من الحبوب اللي بيوجد فيها النشويات الرز والمكرونة والقمح. اما من الخضروات الموجود بها نشويات البطاطس والبطاطا. يبقى الكربوهيدرات تنقسم لنشويات وسكريات. النشويات توجد في الحبوب وبعض الخضروات. حبوب زي الرز والمكرونة والقمح. خضروات زي البطاطس والبطاطا. أما السكريات فنلاقي إنها تتوفر في العسل الطبيعي والفاكهة. العسل والفاكهة. السكريات توجد في العسل والفاكهة. النشويات توجد في الأرز والمكرونة والبطاطس والبطاطا. طب يا ولاد، عودتكم طالما اهتمينا إن احنا ندرس حاجة يبقى الحاجة دي مهمة. طب إيه أهمية الكربوهيدرات؟ هنلاقي إن الجهاز الهضمي بيحول الكربوهيدرات اللي موجودة في الجسم إلى سكر الجلوكوز. يتم هضم الكربوهيدرات إلى سكر الجلوكوز. طب إيه أهمية سكر الجلوكوز ده؟ هنلاقي إن سكر الجلوكوز يمد الجسم بالطاقة. يبقى أهمية الكربوهيدرات هقوله يقوم الجهاز الهضمي بتحويل الكربوهيدرات إلى سكر الجلوكوز الذي يمد الجسم بالطاقة. لو عندنا واحد بقاله كذا يوم مكلش أو تعبان بيعلقوله جلوكوز. ليه؟ لأن الجلوكوز بيمد الجسم بالطاقة. دي أهمية الكربوهيدرات. تعالوا نشوف معانا تاني عنصر مهم للجسم. هنلاقي ان تاني عنصر غذائي مهم معانا هو البروتينات. لو انا عاوز اتناول وجبة فيها بروتينات اكل ايه؟ هنلاقي ان البروتينات موجودة في الاسماك واللحوم والبيض والمكسرات ومنتجات الالبان. توجد البروتينات في الاسماك واللحوم والبيض والمكسرات ومنتجات الالبان. طيب ايه اهمية البروتينات؟ لاقي يا ولاد ان لو واحد عامل عملية متعور عنده جرح ومتخيط تلاقوهم كده مهتمين بيه وعاملين يعملوا له لحمة وفراخ ويشربوا له يشربوا لبن ويأكلوا بيض وكده. ليه بقى يا ولاد؟ لان البروتينات دي بتمد الجسم بالطاقة. كمان بتعمل ايه؟ دي بتساعد على بناء الانسجة وتجديدها. ولو في جرح في جسم الانسان بتساعد على التئامه. علشان كده بيأكلوهم لحمة وفراخ وبيض ولبن. ليه؟ عشان البروتينات بتساعد على التئام الانسجة والتئام الجروح وتجديد الانسجة. كمان بتساعد الجسم على القيام بوظائفه. يبقى البروتينات الاقيها في المكسرات، اللبن، البيض، ماك، اللحوم. وظيفتها ايه؟ تساعد الجسم على القيام بوظائفه كما تساعد على تجديد الانسجة. تالت عنصر غذائي مهم عندنا يا ولاد هو الفيتامينات. الفيتامينات مهمة جدا لجسم الانسان شكلها شكل اي عنصر غذائي. معانا اتنين فيتامينات، فيتامين ايه وفيتامين سي. فيتامين ايه وفيتامين سي. فيتامين ايه ده؟ اكل ايه عشان اخد فيتامين ايه؟ هنلاقي ان فيتامين ايه موجود في البيض والسمك. فيتامين ايه موجود في البيض والسمك. ايه اهميته؟ يساعد على تقوية النظر. يبقى لو حد نظره ضعيف ياكل ايه؟ ياكل بيض وياكل سمك عشان متوفر فيهم فيتامين ايه اللي بيعمل على تقوية النظر. تاني فيتامين معانا هو فيتامين سي. هنلاقي ان فيتامين سي بيوجد في الخضروات زي الفلفل والقرنبيط.
يبقى يوجد فيتامين سي في بعض الخضروات زي الفلفل والقرنبيط. طب ايه اهميته؟ هنلاقي انه بيساعد على تقوية المناعة ومقاومة الامراض. تقوية المناعة ومقاومة الامراض. يبقى فيتامين ايه موجود في البيض والاسماك ويساعد على تقوية النظر. فيتامين سي موجود في بعض الخضروات زي الفلفل والقرنبيط ويساعد على تقوية مناعة الجسم ومقاومة الامراض. رابع عنصر غذائي معانا وهو الألياف. هنلاقي إن الألياف موجودة في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات. البقوليات زي إيه؟ زي العدس، زي الفول، زي الفاصوليا. أما الخضروات كلنا عارفينها. الحبوب الكاملة زي إيه؟ زي الأرز، زي القمح وغيرهم من الحبوب. يبقى توجد الألياف في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات. ايه أهمية الألياف؟ هنلاقي إن هي مهمة جدا لعملية الهضم، كمان بتساعد على ضبط مستوى السكر بالدم. الألياف ايه أهميتها؟ مهمة لعملية الهضم وتساهم في ضبط مستوى السكر بالدم. أما العنصر الغذائي المهم معانا تاني هو الأملاح المعدنية. ألاقي أملاح معدنية فين؟ الأملاح المعدنية زي الكالسيوم والحديد. هنلاقي الكالسيوم في اللبن والحديد في اللحوم. يبقى الأملاح المعدنية ممكن نلاقيها في اللبن، اللحوم، بعض الخضروات. زي ايه الأملاح المعدنية؟ زي الكالسيوم والحديد. ألاقي الكالسيوم فين؟ هنلاقي إن ممكن نحصل على الكالسيوم من اللبن وبعض الخضروات الخضراء. يوجد الكالسيوم في اللبن وبعض الخضروات الخضراء. ايه أهمية الكالسيوم؟ هنلاقي إن هو مهم جدا في المحافظة على صحة وسلامة العظام والأسنان. يقول لك اشرب اللبن علشان سنانك، علشان جسمك. يبقى اللبن مهم جدا علشان بيمد الجسم بالكالسيوم. ايه أهمية الكالسيوم؟ بيحافظ على سلامة وصحة كل من الأسنان والعظام. أما الحديد أقدر أحصل عليه من الأسماك واللحوم وبعض أنواع الخضروات. أحصل على الأملاح المعدنية اللي اسمها الحديد منين؟ اللحوم والأسماك وبعض أنواع الخضار. مهم في إيه الحديد؟ هو من أهم العناصر المكونة للدم. الحديد من أهم عناصر الدم. يبقى عند الأملاح المعدنية زي الكالسيوم والحديد. الكالسيوم موجود في اللبن وبعض أنواع الخضروات، يساعد على حفظ سلامة الأسنان والعظام. أما الحديد موجود في الأسماك واللحوم وبعض الخضروات، مهم جدا في تركيب الدم. العنصر الغذائي اللي عليه الدور معانا وهو الدهون. ازاي اقدر احصل على دهون صحية؟ هنحصل على الدهون الصحية من المكسرات والزيتون والافوكادو والفاصوليا والبذور والاسماك. نحصل على الدهون الصحية من الافوكادو والمكسرات والزيتون والفاصوليا والبذور والاسماك. كمان نقدر نحصل على الدهون من بعض منتجات الألبان مثل الزبد، ونحصل منها من اللحوم والدواجن. يبقى نقدر نحصل على الدهون من الأفوكادو والمكسرات والزيتون والفاصوليا وبعض البذور والأسماك ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن. طيب ايه أهمية الدهون؟ قلنا لما بناخد حاجة لازم يكون ليها أهمية. أهمية الدهون إن هي بتمد الجسم بالطاقة وبتساعد على امتصاص الفيتامينات. تمد الجسم بالطاقة وتساعد على امتصاص الفيتامينات. آخر عنصر مهم معانا جدا 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 هو الماء، لأن الماء هو سر الحياة. ليه الماء مهم؟ لأن مفيش حاجة بناكلها أو نشربها غير وموجود فيها مية. ما ينفعش ناكل أي حاجة من غير ما نغسلها، نسويها بمية. لو هنعمل عصير محتاجين مية، هنعمل حاجة دافية محتاجين مية. يبقى المية موجودة في أي حاجة بناكلها أو نشربها. طيب ليه المية مهم لجسم الإنسان؟ هو المية مهمة علشان هي بتخلص الجسم من السموم، كمان بتساعد على امتصاص الفيتامينات. يبقى المية بتخلص الجسم من السموم، كمان بتساعد على امتصاص الفيتامينات. وهنلاقي ان المية بتشكل حوالي 60% من وزن جسمنا. يبقى المية حوالي 60% من وزن اجسامنا، بتوجد في كل ما يتناوله الانسان.
وتساعد الجسم في التخلص من السموم وامتزاز الفيتامينات علشان نستفيد منها. وبكده يا أولاد نكون خلصنا مع بعض تاني درس مهارات. أتمنى أكون في التوك توك وأكون قدرت أبسط لكم الدرس. لو عجبكم الدرس الشرح ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تذاكروا معانا بقية الدروس. وبالتوفيق يا سنة رابعة.